الإعلام هو القوة الناعمة للأمم. نتابع الآن هذا الفيلم التسجيلي عن أهم إنجازات وزارة الأوقاف. مصر الحضارة المشرقة منذ قديم الزمان، أرض المحبة والسلام وحضن كل الأديان. عزة وشموخ وخطى واثقة تغدو للأمام بسكينة وسلام وأمان، واليوم تنطلق إلى آفاق أوسع لبناء مصر الجديدة. ميلاد جمهورية جديدة. ثماني سنوات تتعدد فيها المشاهد في الصورة التي تطل منها إنجازات الدولة المصرية في التطوير والارتقاء ومواكبة متغيرات العصر في مختلف القطاعات. وللأوقاف المصرية إطلالات مبهرة في التطوير على المستويين الإقليمي والدولي في ظل انطلاق وبناء الجمهورية الجديدة. نقص عليكم جانبا منها، لكن قبل الخوض في التفاصيل نرحب بكم ضيوفا أعزاء من أهل الإفادة والإجادة والريادة، مشاركين في نسخة مؤتمر الأعلى للشؤون الإسلامية 33 المنعقد على ضفاف نيل أم الدنيا لمناقشة أبحاث وصياغة آليات وتوصيات الاجتهاد بلغة العصر لتحقيق ما تصبو إليه الأمم من ارتقاء واعتلاء للقمم. التأليف والترجمة والنشر فكر بناء في مواجهة الأفكار الهدامة. منذ العام 2014 بدأت مصر خطواتها الواثقة نحو التنمية والاستقرار رويدا رويدا، وبعموم الآيات الداعية إلى التفكير وإعمال العقل والتفسير الصحيح. مؤلفات وإصدارات وترجمات تأتي من الأوقاف عاما بعد عام بجديد فكرها في معالجة القضايا التي برزت على الساحة المحلية والدولية من خلال الأخذ بمتغيرات العصر مع الحفاظ على ثوابت الشرع وبما يدعم حق الأوطان التي هي من صميم مقاصد الأديان. ومع متغيرات العصر وتزايد رقمنة المنتجات الثقافية والمعرفية عبر شبكة الإنترنت، عصر التحدي العلمي والتكنولوجي هو عصر يعتمد على المشاركة العلمية والعالمية، ولا نفاد فيه إلى الأسواق الخارجية إلا من خلال الإبداع والتعليم عالي الجودة والتدريب الراقي. فكانت عناية الأوقاف بالدعوة والنشر الإلكتروني مع سلسلة من الفيديوهات التعليمية لمراحل الأطفال العمرية المختلفة تحت عنوان علم طفلك، ولأنها تطورت امتازت وتميزت في عهد سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. جميع إصدارات وزارة الأوقاف على وسائل التواصل الإلكترونية والمواقع والصفحات الرسمية للوزارة. وللأطفال ذوي الهمم ترجمة لفيديوهات علم طفلك إلى لغة الإشارة وبعض إصدارات سلسلة رؤية للنشر إلى لغة برايل، كل ذلك برؤية تنويرية قدمت اتصالا معنويا وعلميا وثقافيا وأدبيا للأطفال لبناء وعي متكامل. أوقات الدنيا بتوجعني وساعات بتعاند ويايا، لا بخاف واخاف ازاي يعني، دايما مطمن طول ما انت معايا. ولأن الطريق ما زال مستمرا، برامج ثقافية وتثقيفية للأطفال تنطلق منذ سنوات وصولا للبرنامج الصيفي للطفل هذا العام،
مستهدفة به الوزارة إقامة كامل الأنشطة الثقافية للأطفال في جميع مساجد الجمهورية. ده الجديد ان في مسرح العرايس ده دخل لاول مره معانا المسجد، وده بيتم تقديم قصص تربويه للاطفال. حلقات حفظ وتجويد للقران الكريم وفهم وتفسير لمعانيه وشرح للاداب والاخلاقيات العامه، بجانب مكتبات الاطفال والفعاليات التثقيفيه الخارجيه، ليتحقق بذلك اعمار المساجد مبنى ومعنى. تعلمت حفظ القران الكريم والسيرة النبوية وحفظ معاني القرآن الكريم وتفسيره. عجبني كل شيء. زي ايه بقى؟ زي مسرح العرايس، المجلات. أكاديمية الأوقاف للتدريب، رسالة وطنية ودولية. برسالة وطنية ودولية، أكاديمية من الأوقاف للتدريب تفتتح بمدينة السادس من أكتوبر عام 2019 في حضور وفود دول عربية وأجنبية. العالم الإسلامي في أمس الحاجة إلى مثل هذه الأكاديمية، تعمل على تنشئة النشر الإسلامي المعتدل السوي. حاجة العصر التي نبتغيها. الالتفات من دول إفريقية وأجنبية وأعضاء اتحادات الإذاعات الإسلامية للتدريب بالأكاديمية يأتي تأكيدا لما أولته الأوقاف بالاعتناء والاستثمار في البشر وبناء الإنسان، ليس في الداخل فحسب بل على المستوى الدولي، خدمة للدين وتواصلا مع الأشقاء. في مصر العلم والعلوم والفقه والإدراك والالتقاء الثقافي نقطة الانتقال في حيثنا. هؤلاء العالمين أول مرة يزوروا مصر، ودي نقطة تحسب لوزارة الأوقاف أن تكون هي الداعمة. المقارئ القرآنية والابتهالات الدينية، درر مكنوزة وأشجار مثمرة. عملا وتطبيقا، أولت الأوقاف جل اهتمامها بكتاب الله عز وجل، فكانت إقامة أكثر من 3500 مقرأة قرآنية في مختلف مساجد الجمهورية. بألفة ومودة يجتمع أهل القرآن على مائدة القرآن في بيت الله، هذا فضل الله، نسأل الله عز وجل أن يجزيكم عليه خيرا. تأتي في مقدمتها مقرأة كبار القراء الذين اتصفوا بإتقان التلاوة وعذوبة الصوت وطيب نغماتهم وشجاها وطول أنفاسهم وعلو مقاماتهم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. تلك كانت إطلالات ورسالات الأوقاف المصرية الهادفة للارتقاء والتطوير، رسالات حملت كل منها إسهاما في التجديد بلغة العصر، وأكدت أن الاجتهاد غاية سامية في كل مجال. والآن نترككم في أمان الله مع مؤتمرنا الاجتهاد ضرورة العصر.